تعب نار باش تلاقينا ان شاء الله، باش غادي نعطيكم واحد المعطى على داء السل. البرنامج هو كالتالي: اولا تقديم عرض على داء السل، ثانيا غادي نقدموا واحد شريط درعنا في الاقليم تاع العريش بالنسبه لمرض داء السل تاع واحد السيده، كيفاش عانات من مرض داء السل والاعراض ديالو وداك الشيء. والنقطه الثالثه ان شاء الله غادي نفتحوا نقاش، يعني اللي عنده شي تساؤل ولا عنده شي تدخل ولا شي حاجه، حنا مستعدين مرحبا باش نجاوبوا جميع الاخوان. عندنا نبدا باش عندنا التليفون. السل عنده عده اسماء، يعني عنده السل الضرر بالفرنسيه تبيركيلوز، كان الناس العاميه كاين اللي كتقول لك وسخه السدم، ولا الناس تاع الشمال تيقولوا سميتو المانشاط، يعني هذه هي الاسماء اللي معروف فيها هذا المرض هذا. ديابو سي بالي وي كلمه تعريفيه عربيه الناس كاوس محمد بالي و سي محمد بالي هو المسؤول الاقليمي على برنامج داء السل والامراض الصدريه، وفي نفس الوقت كان عمل مبرد مسؤول على مركز تشخيص داء السل والامراض الصدريه والامراض التنفسيه بالوفاه، اللي هو اللي كيعتني بمرضى داء السل. غادي نعطيو واحد التعريف ما هو داء السل. يعني السل او الضرر او التضرر بالانجليزيه هو مرض معدي. هذا المرض معدي، والانسان اللي تيكون مصاب به الا ما خداش بعض الاحتياطات وهذا الشيء، انه ضروري تعادي الناس اللي معاه. وتسبب هو عصية الضرن، يعني واحد البصيل تيتسمى بصيل دوكوخ، نسمي على اسم العالم اللي اكتشف هذا العصب. تؤدي إلى تلف الأنسجة في الرئة وأعضاء أخرى من الجسم. السل هو مرض خطير يمكن الوقاية منه أو العلاج. هو خطير إذا ما تعالجش، إذا ما تعالجش هذا الشيء راه تعطي أضعاف أخرى ويقدر يؤدي حتى للموت. ولذلك الانسان الى احترم يعني الوصفه الطبيه وحاول يحترم المده نتاع العلاج وتبع التعليمات، راه المهم تتكون الامور مزيانه. دابا هذه هي واحد الصوره النموذجيه على سميتو عصيات البكتيريا تاع نتاع داء السل. هي في هذا الشكل هكا راه ماخوذه من يعني من النجار. دونك الاشخاص الذين يعانون من السل الرئوي النشيط فانه عند السعال، يعني الانسان فاش كيعطس ولا كيسعل تيخرجوا هذوك سميتو القطرات، هما اللي تيدوزوا في الهواء، يعني العدوى تتم عن طريق التنفس، يعني على سميتو في الهواء. زيد دابو هنا كاين سؤال: ما الذي يصاب بالسل؟ الجميع معرض للسل. هذا مرض اللي ما تيعجزش هذا وتيعجز هذا، كلنا معرضين، يعني جميع الاعراق، جميع الجنسيات، جميع الاعمار، كل فئات المجتمع معرضه للمرض. هنا عندنا جوج انواع نتاع امراض السل. كاين المرض المعدي والغير المعدي. المرض السل المعدي هو اللي تيكون في الرئه، هذا مرض معدي. وكاين مرض السل الغير معدي تيكون خارج الرئه، لان مرض السل يمكن يصيب اعضاء اخرين، يقدر يجي سميتو في القلب، يقدر يجي سميتو في السحايا، يقدر يجي في العظام، يقدر يجي في الجلد، يمكن يصيب عدة أعضاء. السؤال اللي تيطرح علاش يعني خصوصا كاين داء السل تيجي في أعضاء أخرى؟ خصنا نردو البال لواحد المسألة: هاد داء السل اللي تيكون خارج الرئة راه السبب ديالو، وأنا كنأكد عليها وتعرف، راه السبب ديالو هو الحليب. الحليب اللي ما مغليش، لان البقر راه عارفين البقر حتى هو كيتصاب بمرض داء السل، والميكروب تيدوز للحليب.
دونك راي الحليب اللي ما كيتغلاش يقدر الانسان يطيح في قراءه كانت مريضه حامله البكتيري نتاع داء السون ويقدر يشربو خضر ويقدر يتصاب. خص دائما الحليب ما يكون باستوريزي ولا يكون مغلي عادي تشرب يعني مؤقتا ولا يكون سميتو هو يعني يقدر يصيب القلب اللمفاويه الجهاز التناسلي اقسام الجهاز العظمي يعني ماشي عنده غير بلاصه محدده. هنا عندنا الاعراض يعني العلامات نتاع السم. عندنا اولا السعال الذي يتصاحب مع الدم. السعاله كتكون يعني اكثر من 3 اسابيع رغم انه تياخذ لي زانتيبيوتيك تياخذ هذاك الشيء نتاع اللي كيستعملوا نتاع المسائل البلديه هاد الزيت هاد العسل ولي تتبقى السعاله مستمره. ويعني فاش كطول المده نتاع السعاله اذا كان الانسان مصاب راه تتكون تخرج معاها شويه تاع الدمع لان شنو لان ذاك الميكروب تيبقى تيحفر في البومون وتيدير ديكافيرن يعني بحال شي حفيرات صغار تيبقى يخرج الدمعه تخمى. عندنا الالم في الصدر تيبقى يحس بالحرق في الصدر ديالو. كذلك قصر التنفس حتى لا ريسبيراسيون ديالو ما تتكونش عاليه عنده صعوبه في التنفس. فقدان الوزن ديالو تيبقى تينقص تحس تينقص لحقاش ما تتبقاش عنده الشهيه نتاع الماكله لا بيتي ما تتبقاش عنده كتمشي له الهمة السخانه وبالليل تتبقى تجي السخانه بارده وسخونه. غير كاينه واحد المساله الانسان اذا عنده هذه العلامات راه ماشي تنقولوا بانه مصاب 100% هذا مشتبه فيه تبقى دائما مشتبه فيه. فوقاش يمكننا نقولوا بانه مصاب انه حتى تيعمل شي تحاليل باش يمكننا نعطيو لا كونفيرماسيون يعني تنتيقنوا بان السيد فعلا راه مصاب بداء السم. ها هما طرق الكشف سميتو المرض تتكون عنده يعني الاشعه الصدريه الكنيسي تيكون انورمال تيشوف الطبيب تيشوفو بان ماشي عادي واللي تتاكدوا به في البيئه بالمئه هو التخمه ديالو فاش كدار تيبان لنا العصيه نتاع داء السم هي اللي كتشوفوها حمرا هذيك اللي كولوري تما تتاكدوا تلتزموا بان السيد فعلا مصاب بداء السم لان يمكن يكون هذاك العلامات عند بعض العلامات عند شي حد ممكن يكون عنده زكام ولا برد عادي ولا شي حاجه يعني ما خصناش نخلطوا بينها وبين هذا يعني ما تتكون لا كونفيرماسيون حتى تنديروا ليكزامان بيولوجيك يعني التحليل المخبري عاد يمكننا نعطيو لا كونفيرماسيون. بون كيفية الانتشار نتاع داء السم كي كتشوفوا ينتشر بعض داء السم سلسلة آخر عن طريق الهواء عبر القطرات اللعاب. إن الشخص الذي يعاني من السل الرئوي النشط يقوم بإطلاق قطرات معدية السعال في العطاس في الكلى في البزاق يعني لا ترانسميسيون ايريان يعني تتكون في الهواء تدوز من شخص لشخص. هذه غير صورة معبرة يعني الشخص المصاب يعني سميتو كيعطس وكيدوزو القطرات عن طريق يعني سميتو في الهواء وكيدوزو عن طريق التنفس. كاين العوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالسل. العوامل اللي كتزيد احتمالية الإصابة بالسل هما الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرا ببكتيريا السل. ما حتى يكون عندك الناس مصابين وتتكون الاحتمالية زايدة يقدروا يتصابوا وحدين قريب. الناس الذين هو في اتصال لفترة طويلة الناس اللي تيكونوا تيجلسوا بزاف مع شي شخص مريض وتبقى جالس تجمع معاه بزاف وهذاك الشيء راه ضروري يقدر ضروري يسعال ولا شي حاجه يقدر يدوز له داء. الناس اللي تيكون عندهم ضعف في المناعه اللي تيكون عندهم ضعف في يعني في المناعه هذوك تيكونوا يعني بريفراتي ضعاف يقدر غير ياخذ
يعني البروب تاع نتاع داسون. الناس كذلك نتاع داسو كان يتفتهم عندهم يعني المناعه ضعيفه سوء تصغيره انخفاض في الوزن تاع الجسم. هاد الناس كلهم تكونوا يعني عندهم احتمال ماشي يعني اذا كانوا اون كونتاكت مباشره مع الميكروب تاع داسو يعني كيتصابوا. كذلك الفقر تاع هو راه تيلعب دور كبير، لان خصنا نعرفوا واحد المساله راه ان وزاره الصحه بوحدها راه ما يمكنلهاش غادي تقضي على داء السل بوحدها، لان هذا المرض هذا راه عده قطاعات خصها ضروري تدخل فيه على اساس انها باش تقضي عليه، لان وزاره الصحه كتوفر المراكز التشخيص، كتوفر الاطباء، كتوفر العلاج من الانسان وداكشي، ولكن كاين عوامل اخرى من ضمن العوامل سميتو غران يعني الفقر، السكن العشوائي اللي تيكون فيه الاكتظاظ، يعني هذاك راه تيجي الاحتماليه تاع سميتو العدوى، الناس اللي تيعيشوا في السجون تيكون عندهم يعني ازدحام، ازدحام تيكون شي واحد موصل تا هو كذلك تاير. والخطر تيكمل هي في الاماكن اللي تيكون فيها الناس مجموعين وما كاينش التهويه، يعني الوسائل تاع التهويه غير متوفره ديابو. طرق الوقايه، دابا وصلنا هنا لطرق الوقايه. اول حاجه التلقيح للاطفال بعد الولاده مباشره، هذاك التلقيح اللي كنديرو مباشره بعد الولاده البي سي جي هذاك مهم ضروري، هذاك ضد مرض داء السل. يعني الناس خصهم يتفهموا هذه القضيه بان هذاك الباكونه اللي كدارلو من الاولى راه مهمه جدا جدا بالنسبه للاطفال وراه كتحمي مرض داء السل. كذلك التهويه الجيده في المنازل، الانسان كيف تحضر تيهوي الدار، تيفتح الشجر، كدخل الشمس وداك الشيء، يعني الميكروب نتاع داء السل تيبغي يعيش فضاءات مغلقه. إذا ما لقاش يعني باش يلقى يعني الهواء والشمس وداك الشيء ما تيقدرش يعيش تما، بالعكس هو خصو غير الفضاءات المغلقة وداك الشيء باش يمكن له يتكاثر. اللي قلت لكم أنا الإمتناع عن استخدام الألبان الغير مغلية والغير مبصرة ومنتجاتها، هذه راه مهمة، راه كاين النقطة اللي ما فهمهاش بزاف نتاع الناس، لأن راح تذكر تاع الحيوان كيتصاب بداء السم وتيكون حامل الميكروب ديالو في الحي، يعني راه ضروري وهذه نقطة مهمة خصكم تركزوا عليها، راه الحي خاص يكون الإنسان بغا يكون يعني ميقن بأن سميتو ما فيه لا ميكروب، لا راه خاصو يكون مغلي وليكون باستوريزي يعني معقم. وعندك كذلك الناس اللي صحاب اللي كيتعاطوا الكحول والمخدرات وهذاك الشيء، هادو تما تيكونوا عرضه يحس الانسان يتفادى المسائل هذه، لان الانسان اللي كيتعاطى المسائل تاع الخمور والمخدرات تلقى المناعه ديالو المناعه ديالو دائما عنده ضعيفه، اي حاجه دخلت للذات ديالو غادي سميتو غادي تاثر به. وكذلك باش نقلصوا من عدد الاصابات خصنا نبقاو نتاكدوا بان المرضى بالفعل تياخذوا الدواء ديالهم، وكاينه واحد المتابعه يوميه، وكاين ان يعني المريض بانه متبع الدواء ديالو بانتظام. وكذلك كاين الامتناع عند التدخين راه هو من ضمن العوامل اللي تزيد حتى هي تفافوريز سميتو لا توبركيلوز. هذه توصيه نتاع المنظمه العالميه للصحه، هي مجرد توصيات. التوصيه الاولى هي كطال جميع الدول الاتاحه الشامله للرعايه المقدمه لحاله داء السل، يعني لا بريزونساف يعني التكفل نتاع مرض داء السل يكون بالمجان. وراه كاين واحد المساله اللي ما عارفينهاش الناس وغادي نزيدها، راه كاين ظاهر شريف نتاع سيدنا الله ينصرو فهد الحسن الثاني الله يرحمه، كاين واحد البند نتاع تيتكلم على مرض داء السل،
راه عنده يعني رابريز اونسار غراتوي، راه ماشي غير في داء السود، باش يكون مصاب بداء السود اي حاجه تمشي ديرها في لوبيتا خصو يديرها غراتوي. لي زاناليز ديال الزمع على حسب اللي كيداروا، وهاد لانوت راه كاينه توفير العلاج السريع والفعال للمريض، يعني مطلوب من الدوال وداك الشيء توفر العلاج ويكون علاج فعال. توفير اختبارات الفحص السريعه والنتيجه والرخيصه، يعني بالنسبه للزكزما لابوراتوار يكونوا غراتوي موفرين. توفير لقاءات فعاله للوقايه من مرض داء السود، يعني اللي تكلمنا عليه بالنسبه للاطفال، هذه توصيه بالنسبه للمنظمه العالميه بالنسبه لجميع الدول باش خاصها تبقى. دابا وصلنا للعلاج، وهذا هو بيت القصيد، وهذا هو علاش جاي انا نهضر معكم، هذا هو اللي مهم. حنا عندنا مشكل كبير مع مرضى داء السود، هذا المشكل، لان مده العلاج 6 شهور. المريض فاش تيسمع 6 شهور كتجي المده طويله. انا خصنا باش نقول لكم حنا يعني كمجتمع مدني وكمسؤولين في قطاع الصحة، راه مفروض علينا نبذلو مجهود باش نحاولو نقنعو هذاك المريض على المدة الزمنية للعلاج ديالو. لأن شنو كيوقع؟ حنا ولات عندنا واحد الثقافة عندنا من قديم، ماشي عند دابا جديدة. نعطيكم أنا غير مثال، الإنسان إذا كان عندو غير راسو كيضرو حريق تيكون تيعاني من الراس، تياخذ غير جوج كاينه بلاص بيرين ولا شي حاجه ما تيبقاش الحريق، تيقول لك صافي انا بغيت. هذا هو المشكل اللي طايحين فيه داء السود. المريض فاش كيجي النهار الاول فاموا، والتكلفه ديالو تقريبا، التكلفه ديالو شحال كتكلف الدوله غير في شهر واحد المريض؟ 6000 درهم. والدواء الدواء تاع السود المقاوم راه غتعطيه لنا غير منظمات على برا، يقدر يجي واحد النهار ولا شي حاجه غادي يقول لك اودي حنا راه عطيناكم درنا، دابا الله الغد خصكم نتوما تحلوا المشاكل ديالكم بيديكم. حنا هنا باش سميتو كناكدوا على هذه المساله هذه. بالنسبه للاخوان اللي في الجمعيات ولا اللي عنده شي حد في العائله ولا بالنسبه، راه خص اي واحد مريض بداء السود راه ضروري يحترم الفتره الزمنيه للعلاج، راه مهمه بزاف. الفترة الزمنية العلاج راه هي 6 شهور، ما يمكنلوش يحبس الدواء إلا ما قالهالوش الطبيب، حتى يستشر مع الطبيب، لأن عنده 3 كونترول، 3 مراقبات بالنسبة للشرايين، شرايين في شرايين، تيجي في الشرايين الأولى، في الشرايين الثانية، في الشرايين الثالثة، الأخرى تاع 6 شهور راه حتى تياخذ الموافقة تاع الطبيب، لأن كاين بعض الحالات اللي واخا 6 شهور تيكمل 6 شهور. كيزيدو شهر ولا شهرين كتبانلو غير في الكليشي شي حاجة، يعني مازال ما تصفى 100%، تيكملو واحد شهر ولا شهرين، يعني ما ياخدش قرار تخسر راسو، لأن خدا قرار تخسر راسو في الآخر تينعكس عليه وتينعكس على العائلة ديالو وكينعكس على كلشي. تفهمنا؟ وحنا دابا الهدف ديالنا أنا قلت لك أنا راه غير القطعة هي اللي جايباني واللي باغي نتكلم فيها هذه. انا خص الناس اللي عندهم شي حد مريض بداء السود ولا شي حاجه، راه ماشي شهر ولا شهرين، راه خصو ضروري 6 شهور تاع الدواء، ياخذ سيموا ضروري سميتو ياخذ